ننتقل بكم مشاهدينا الكرام إلى لندن لنقل وقائع المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر. روبرت بول. هل تعودتم الآن على كلمة رئيس الوزراء، سيادة رئيس الوزراء؟ ولقد قلتم إن الأمر أو الإصلاح قد يستغرق وقتا، ولكن الناس الذين يشعرون باليأس متى سيتوقعون أن تبدأ الأمور بالتحسن؟ هل بعد عام، بعد عامين، قبل الانتخابات المقبلة، أو ربما لن يحدث ذلك؟ نعم، بدأت التعود على ذلك، وأنا سعيد الآن بأن يقول للناس سيادة رئيس الوزراء. نعم، هذا مهم مثلا لأن يتكلموا مع من يخدم كرئيس الوزراء. وطبعا في عمل السابق لم يكن من العادة أن نستعمل تلك الألقاب، ولكن نحن نقدم ذلك، والبعض طبعا لا يكترثون بقول ذلك. أما بالنسبة للتغيير، العمل قد بدأ وسنقدم ذلك التغيير بطريقة سريعة في الأشهر الأولى والسنوات الأولى. لا يمكن القول بأن الأمور لم تتغير ربما حتى نهاية الفترة الأولى. طبعا هناك فترات مختلفة من السرعة في العمل. لا أقول إنني سأحل كل المشكلات بين ليلة وضحاها، ولكن إذا تحدثنا عن السجون مثلا، الحكومة السابقة مثلا أساءت إدارة الأمور ولم تتخذ قرارات مثلا مناسبة، وأنفقت أموال وأهدرت، ولكن يمكن أن نخطط لذلك مباشرة ولا ننفق الكثير من الأموال، ولكن الأمر سيستغرق وقتا. شكرا. أجي، لقد ذكرتم السجون مرتين سيادة رئيس الوزراء، هل ستعينون مثلا وزيرا مكلفا بالسجون؟ وزير السجون لديه طبعا خبرة كبيرة، ولقد تم استثمار الكثير من السنوات في السجون، لذلك أود تنصيب ذلك. نعم، علينا أن نقول إنه بالنسبة للكثير الذين مثلا يعودون للسجون فإنهم سيشعرون بالتغيير، فهذه مشكلة كبيرة في بلدنا، ولذلك فأنا very pleased to have spoken with him about the change that we can bring about. Thank you. I'll go to Caroline.